السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بكم جميعا متابعي قناة الريف حياتي من داخل مصر الحبيبة ومن جميع أنحاء دول العالم. طبعا يا جماعة مش دي المحتوى اللي حضراتكم متعودين عليه، بس طبعا يعني بما ان احنا في شهر اغسطس بداية موسم حصاد الفلاح في الارز الشعير، فطبعا حبيت يعني ادي نبذة عن الاسعار الارز الشعير الابيض القديم والارز الشعير الجديد. يعني حبيت اعرف حضراتكم الاسعار شغالة ازاي النهاردة. كل عام وحضراتكم بخير. النهاردة 24/8/2023. طبعا يا جماعة احنا في بداية موسم حصاد الارز، احنا في شهر اغسطس بداية موسم الحصاد. بالنسبة للناس اللي حصدت الرز الموسم يعني بتاع الفلاح يعني بنسبة 2-3%، اما الموسم حصاد الارز الشعير الرسمي ان شاء الله من بداية 1/9 الى نهاية الموسم ان شاء الله. يلا بينا نتعرف على الاسعار سريعا كده. اسعار الارز الشعير والارز الابيض ومخلفات الارز السرسة المطحون والكون وكسر الارز. طيب يا جماعة اسعار الشعير اليوم، شعير عريض قديم يتراوح، شعير عريض قديم يتراوح يا جماعة السعر من 14300 الى 14500 وصال للمضارب. بتكلم يا جماعة الشعير الرز الشعير اليوم شعير عريض قديم يتراوح من 14300 الى 14500 وصال للمضارب. شعير عريض جديد يتراوح السعر من 13800 الى 14000 وصال للمضارب. اسعار الشعير الرفيع القديم يا جماعة القديم يتراوح السعر من 13300 الى 13500 وصال للمضارب. طيب اسعار الارز الشعير الرفيع الجديد، بتكلم يا جماعة الوقت حاليا الارز الشعير الرفيع الجديد، السعر يا جماعة من 12800 الى 13000 وصار للمضارب. اسعار الارز الابيض مقارنة باسعار الشعير واسعار المخلفات، ابيض عريض بشعير قديم كسر من 5-7% بلدي صافي من 21600 الى 28800 من ارض المضرب. ابيض رفيع بشعير قديم بلدي صافي كسر من 5% 5-7% بالفحص، يتراوح يا جماعة السعر من 19800 الى 20000 من ارض المضرب. طيب اسعار المخلفات، سرسة مطحونة يتراوح السعر من 1300 الى 1500 جنيه من ارض المضرب. سعر الكونة يا جماعة يتراوح من 10400 الى 10600 من ارض المضرب. سعر الكسر الناعم يتراوح يا جماعة من 12300 الى 12500. طبعا يا جماعة الاسعار اللي قدام حضراتكم ديت انا عرضتها لحضراتكم ديت بتختلف من مكان لمكان اخر، يعني ممكن في مكان تزيد 100 تزيد 200 تقل 100 تقل 200. وبكده يا جماعه اتمنى اكون قدمت لحضراتكم تقرير عن اسعار الارز الشعير اليوم. شكرا لكم والى اللقاء في يوم جديد في عرض جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.